ما حدش عكرني، سيبوني قاعد بأدبي. مع السلامة يا زباب. ألف سلامة زرفته وانسده وبيسلمولي على كفاءة. كفاءة دي تبقى أمك. عشان هو اللي قال لي ادب يا عم يا زغراء. طب انا قاعد اهو بالادب. والله العظيم يا عبده لو ما اتلميت هجيب لك الزرطه. الزرطه؟ الزرطه؟ هجيب لك الزرطه. 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 تعرفش الزرطه؟ الزرطه عارفها. الزرطه اللي في خدمه الزعب. كمان بوظ الشعب. قال الزرطه. روح 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 روح. روح يا ابو زرطه روح روح. عم ده ما بعرفش يتكلم يا عم. انا ما بعرفش اتكلم. الزرطه. ممكن اشوف شغلي؟ زوف. الزرطه يا. روح روح جيب لي امين زرطه. قال اروح. قال الزرطه. يا ابني انا لغايه دلوقتي زار العز والملح. واقفين في فرن احنا. الزرطه. مش عارف يتكلم. لا العظيم. 122 إيه؟ الزرطة. خلاص أقدم بقية الفقرات؟ أقدم زيدادي 25 يناير. إيه ده؟ عيد الزرطة؟ لا بقول لك إيه، ما تورطنيش جنبك. يا عم اتكلمت. بتقول بقول معاك. طب أنا قاعد ساكت. طيب زيدادي يعني زيد زيدادي أبو زرطة الزكارة. مش فرح يا معلم وبنغني؟ عشان خاطر هو مش فرح وبنغني. طب ماشي اما تيجي فقرتك. طب يا عم مش هتكلم، جزمة قاعد اهو. مكحز. زيداد يعني زياد زيدادي. والان وبعد عودة الزيد العريس والزيدة العروسة من رحلة العلاج في الخارج على نفقة الدولة. طب ليه ما راحوش مستشفى الزرطه؟ يا عم ما تقعد في حته بقى. شو يا ابطحك يا زافي. اكتب اللي والله الابطحك. لو جنحت اهو. طب لو راجل تعالى. يا عم انت لو راجل تعالى هنا عشان اشرحها. ما تقعد بقى لو راجل يجي في منطقتي. ما تقعد في حته ناشفه بقى. لو انت هتشككني ليه في الكرسي؟ بس عيب بقى. خلاص بقى ده فرح ناس عيب. اختزي.